السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في دوام الصحه والعافيه. اليوم وجعني قلبي، وجعني قلبي صح على هذا الموضوع الرائج اللي تصدر محركات البحث، يعني طلع في الصداره، طلع توندونس. وللاسف الناس كل تحوس على هذا الموضوع، الناس كل تحوس على هذا العنوان في محركات البحث، حتى طلع توندونس. المواقع كامل يحكيوا على نفس الموضوع، على دنيا الصيفية، ولا على المؤثرة الاجتماعية دنيا الصيفية، ولا دنيا الجزائرية، يحكيوا عليها بدون رحمة بدون شفقة. الناس الحاقدين كامل بانوا ظهروا وبينوا الحقد نتاعهم. الناس ما تقول الإنسان هذه عندها العائلة تاعها، ما تقول عندها باباها، عندها يماها، عندها العائلة تاعها، ما تقولش خلاص احنا يا مسلمين خلينا ما نشيعوش هذه الفاحشة. لا لا، يلقاو موضوع برك، يبداو يبحثوا، يبداو ابعثيلي، يبداو نساو بلي ربي سبحانه اذا غلط الانسان، ربي سبحانه اذا تاب يغفر له هذيك الخطيه اللي خطاها. حنايا لا لا، حنايا دار خطا صاي يتحاسب عليه حياته كامل، يتحاسب عليه حياته كامل. مع انه هذا المؤثره الاجتماعيه، هذه الدنيا الصيفيه، من نهار بانت الموقع تاع مواقع السوشيال ميديا خاصه التيك توك، وهي غير تمد غير الطاقه الايجابيه للناس والمتابعين تاعها، عمرها ولا حرضت على الفسق والفساد، عمرها ولا قالت البنات ارواحوا ديروا هكا ولا ديروا هكذا. لا لا، بالعكس، روتيناتها كامل نظيفه، دايما تفكر الناس الصلاة نتاعهم، تفكرهم بالصيام، تعلمهم كيفاش يتجاوزوا المحن في هذه الدنيا، تعلمهم كيف راهي تتعب كل يوم رغم الظروف تاعها السيئة، لكنها تقاوم في هذه الدنيا وفي هذه الحياة. كاين ناس بزاف شافوا هذا الفيديو وقالوا عليه فيديو مفبرك. حنا ما على بالناش اسكو مفبرك ولا صحيح، نجعلوا انه هذاك الفيديو صحيح وماهوش مفبرك. ما نقولوش حنايا بالك الإنسانة هذه غلقت هذا الباب الحرام، غلقات وتابت ربي سبحانه ورجعت ربي سبحانه غفر لها، وهي عاودت فتحت باب جديد هو الباب الحلال هذا تاع السوشيال ميديا، وغلقت عليها باب الحرام وربي سبحانه تاب عليها. يا اخي، في الدين تاعنا الزاني ولا الزانية كيتوب لربي سبحانه لا يقال عليه زاني، ربي سبحانه غفر له صاي، ربي سبحانه اللي خلقنا غفر لهذا الانسان ولا لهذا الانسان، احنا واش نكونوا قدام ربي؟ يا اخي، الكافر كيولي مسلم صاي ولا مسلم، ما بقاش نقولوا له كافر. كذلك الفاسق كيصير انسان تقي ما بقاش فاسق. هكذاك الزاني كيتوب ربي سبحانه صاي غلق هذاك الباب ولا تاب، رجع ربي سبحانه وغلق هذاك الباب نهائيا ورجع ربي سبحانه صاي ولا انسان تائب. حنايا واش قدام ربي سبحانه؟ واش نكونوا قدام ربي سبحانه؟ ربي سبحانه وتابع ليها، حنا ما على بالناش بالكش ربي تابع ليها، علاه حنا نروحوا نحاسبوها ونجبدوا لها في لي فيديو هذوك ونشيعوا الفاحشه ونسينا بلي ربي سبحانه قال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. والناس هذه اللي تحب تشيع الفضائح تاع الناس، خاصه الناس هذه اللي تقول ابعثوا لي الفيديو، واللي يقول الفيديو راهو عندي ارواح البريفي نعطيه لك، نسيتوا بلي من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامه. وفي الدنيا هذه ما تخافوش تحطوا في نفس الموقف مع بنتك ولا مع اختك، ما تستعظمش، لا جامي تستعظم وتقول الشجره اللي مغروسه مليح جامي يقسها الريح ولا جامي يهزها الريح، جامي تستعظم. الدنيا هذه واعره، يجي واحد يلعب عقل تاع الطفله ويصارها نفس الموقف متربيه مليح خالوقه متدينه ثاني، ويصارها نفس الموقف، يلعب لها بعقلها وتطيح به بقلبها، تولي ما تخممش بعقلها ويصرى نفس الموقف ويبتليها ربي سبحانه. ما تخافوش من هذه يا اخي. الناس بكري قال لك اللي يلعب خرفان الناس يوجد خرفانه، اللي يلعب خرفان ببنات الناس يوجد بناته، واللي يهضر في عروض الناس يوجد عرضه حتى هو، حتى ربي سبحانه قادر يبتليه بنفس الشيء. مالا بالمختصر، اتقوا الله في انفسكم وحبسوا واش قاعدين تتفرجوا، حبسوا واش قاعدين تنشروا، اتقوا الله في اعراض الناس. ما تنساوش بلي رانا في شهر عظيم اللي هو ذي الحجه، السيئه في شهر ذي الحجه اكبر بكثير من السيئه في شهر رجب ولا شعبان ولا شهر اخر، رانا في شهر عظيم
وبحثوا عليها. استر مستر الله عن علي بن أبي طالب، عفوا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو رأيت الفضيحة بأم عيني، لو رأيتها بأم عيني لسترتها بردائي، فإن مذيع الفاحشة كفاعلها. بمعنى ليذيع الفاحشة وكأنه ارتكب نفس الفاحشة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. مالا خاوتي، نخليو الموضوع هذا ونقفلوه ونفوتوه مرور الكرام، وما نخليوش الشيطان يتلاعب بينا ووصلنا للأشياء ما ناش قدها، ونديو نفس الإثم لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق الله العظيم. ومذكورة في نفس الصورة اللي هي صورة النور اللي أمرنا بها ربي سبحانه أن لا نشيع الفاحشة. ما ننفق كامل من هذا الأمر اللي حسبناه هين وهو عند الله عظيم. في الأخير نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.